لما وصلنا حق اليوم السادس، وهذا اليوم اللي صارت لي فيه المشكلة. مساكم الله بالخير جميعا. اليوم بإذن الله راح أقول لكم عن قصة صارت لي في تركيا، أول مرة أتكلم عنها. والمشكلة إن في هذه السفرة كنت على وشك إني أنسجن. في البداية كنت مقرر إني أسافر تركيا عشان أصور حق الناس بعض الأماكن اللي ما كنت مصورها في الفلوجات السابقة حق تركيا. وفعلا قبل السفرة بشهرين قعدت أحجز تذاكر السفر والفنادق، وقعدت أسوي الجدول السياحي حق الأماكن الجديدة اللي راح أغطيها في السفرة. المهم مرت الأيام وصار يوم السفرة، وفعلا ركبنا الطيارة وسافرنا ووصلنا لتركيا. طبعا أنا من النوع اللي ما أحب من أول يوم أبدي رحلاتي السياحية، لا دائما أخلي أول يوم يوم راحة، تمشيات بسيطة، وأقعد بهذا اليوم أجهز حق الرحلة الأساسية اللي راح تبدي من اليوم الثاني. المهم صار اليوم الثاني، طلعت ورحت حق الرحلات السياحية اللي كنت حاطها بالجدول مال اليوم الثاني. في هذا اليوم ولله الحمد ما واجهتني ولا مشكلة. المهم مر اليوم الأول والأمور طيبة، ومر اليوم الثاني والأمور أيضا طيبة، واليوم الثالث هم الأمور طيبة. لما وصلنا حق اليوم السادس، وهذا اليوم اللي صارت لي فيه المشكلة. باليوم السادس كنا مخططين أن نزور واحد من الأماكن السياحية، ومن بعدها نروح حق واحدة من المجمعات الجديدة اللي ما غطيتها من قبل. وفعلا هذا اللي صار، قمت وزرت واحد من الأماكن السياحية وقعدت أغطيه بشكل حلو. وبعد ما انتهيت قلت لازم الحين أروح حق المجمع الجديد وأروح أصور حق الناس هذا المجمع بشكل كبير ومفصل. فاللي صار دخلت المجمع وبديت أصور باستخدام كاميرا الفلوجات الصغيرة، فقعدت أصور شنو المحلات اللي موجودة داخل هذا المجمع وشنو الأشياء المميزة بالمجمع. لكن للأمانة كان بخاطري أني أغطي المجمع بشكل شامل وأسوي تقرير ما حد سواه من قبل عن هذا المجمع. اللي كنت قاعد أسويه أني أدخل على المحلات المشهورة وقعد أصور أغلب البضايع اللي موجودة فيها مع الأسعار، وقارن بينها وبين المحلات الثانية. فصورت محل، محلين، ثلاث، عشر، أكثر. فبعد ما خلصت قعدت أشوف بعض الفيديوهات، لاحظت أني حيل مقصر مع البنات، خاصة أن عندي متابعين بقناتي بنات ولهم حق علي. فلاحظت أن كلش مو جايب أي فيديو يخص محلات البنات، ومعروف الأسواق أكثر ناس يهتمون لها اللي هم البنات. فقلت لا مصور محل شنط ولا مستحضرات تجميل ولا شيء، فقررت أني أصور أشياء ومحلات تخص البنات. فاللي صار أخذت الكاميرا ورحت حق واحد من المحلات المشهورة اللي تبيع شنط وغيرها. فأول ما دخلت بديت أني أصور الشنط اللي موجودة والأسعار وغيرها من الأشياء. لكن المشكلة أن في بعض المحلات ما قدرت أصور فيها، والسبب أنها كانت مليانة بنات، يعني مو حلوة أنا رجل بروحي وكله بنات دار مداري، ف يعني عيب. فعشان كذي قلت ما عندي إلا حل واحد، واللي هو أني أخذ الكاميرا من بعيد وأسوي زوم وأصور الأشياء اللي معروضة من برا. وفعلا هذا اللي صار، مسكت الكاميرا وقعدت سويت زوم وصورت بعض الشنط اللي معروضة خلف الزجاج. المهم بعد ما خلصت تصوير المحلات اللي تبيع المنتجات النسائية وغيرها، قلت الحين خلي أبدي أصور نفسي وأقول حق الناس أهم المعلومات عن المجمع هذا. فأنا ماسك الكاميرا وبادي أصور نفسي وأقول المعلومات عن هذا المجمع، ولا ألاحظ أن واحد من الأمن قاعد ويقرب صوبي. لكن لحد الحين أنا ما أدري هل هو يقصدني أنا ولا بس عدل، لأن مرات الأمن بس يقعدون يمرون ويمشون يعني كشيء احترازي أو شيء أمني عادي. فأنا شفته نطرته لما قاعد أسوي نفسي قاعد أصور، أنا معني عين هني وعين هني، ها مشكلة قلبي أنا قاعد يطقطق، أقول إن شاء الله ما يكون جاي لي. فهو قاعد يقرب يقرب يقرب
لا لاحظت انه جاي صوبي، واضح انه لو يبي يروح هناك كان شوي لب. لا جاي لي. فاول ما وصل لي عندي بدا يكلمني باللغه التركيه. انا المشكله يعني اعرف كلمات بسيطه باللغه التركيه، ما اعرف اني اتحادث او بشكل كبير افهم كل الكلمات اللي يقولها، ففي كلمات وايد انا مو فاهمها. فارد عليه بالانجليزي وهو ما يفهم انجليزي، ويكلمني بالتركي وانا ارد عليه بالانجليزي، مو قادرين نتفاهم مع بعض. فتدرون شنو سوى؟ قام مسك اللاسلكي وكلم واحد بالتركي، انا ما ادري شنو قاعد يقول. فبعد تقريبا دقيقتين وثلاث دقائق ولين لنا واحد من السكيورتي فوصل عندنا. هذا الشخص طلع يعرف يتكلم انجليزي فبدا يكلمني. انا توقعت باختصار اللي توقعته ان الحين راح يشوف الكاميرا راح يقول لي شنو قاعد تسوي، راح يقول لي انا قاعد اصور فلوجات وهذا ممكن يهدني، او بالكثير بالكثير راح يقول لي خليه اشوف الفيديوهات وبيك تمسحهم من الذاكره نهائيا. قلت هذا اقصى شيء ممكن يصير معاي، لكن اللي صار وايد اغوى. اللي صار انه بعد ما جاء السكيورتي الثاني اللي يعرف يتكلم انجليزي وكلمني كم كلمه، قال لي تعال معنا نبي نسألك بعض الأسئلة. أوبا، أنا من قال هالكلام عرفت إن السالفة فيها إنه، وشكل الموضوع ما رح يعدي على خير. فقلت شو أسوي أنا كذي كذي، لازم أروح معه، ما صايديني صايديني. فاللي صار إني قمت ورحت معاهم، فنزلوني عند غرفة. الغرفة هذه عادية لكن فيها كاميرات المراقبة. فدخلنا وقعدت، فبدأ يوريني كاميرات المراقبة ويوريني الفيديوهات اللي أنا أساساً كنت موجود فيها. كان يقول لي شوف أنت هني كنت قاعد تصور. فأنا قلت بيني وبين نفسي ليش أنكر، صح أنا كنت قاعد أصور، خلا أقول له الصج. كان أقول له صح فعلاً أنا كنت قاعد أصور شيء اسمه فلوج عشان أبي أفيد الناس وأبي يعني أعطيهم بعض المعلومات عن المجمع. لكن الحبيب صدمني بخبر خلاني فعلا أفقد الأمل، والخبر هو إنه وأنا قاعد أصور واحد من الفيديوهات حق محلات البنات من برا. أنا قلت لكم إنه في محلات ما كنت أقدر إني أدخل داخلها، فكنت ماسك الكاميرا من برا ومسوي زوم على الجنط وغيرها. فوأنا مسوي زوم على الجنط وهذا، طلعت إنه واحدة من البنات شايفتني وأنا قاعد أصور ورايحة مشتكية عند الأمن. فاللي صار إن السكيورتي هذا قال لي الحين راح نجيب المرة وحاول إنك تعتذر منها، لأن إذا ما سامحتك ممكن توصل السالفة لمركز الشرطة. أنا هني خلاص وصلت مرحلة إن صار عندي إحساس شكلي راح نسجن. بس مشكلة مو كذي، مشكلة إنك راح تنسجن مو بدولتك. لا هني الله لا يوريكم الشعور اللي بديت أشعره من داخلي، شعور سيء 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 لأبعد الحدود. حين أنا ناطر إن البنية تي وكذي، تعرفون الفترة هذه مليون تفكير يجيب بالكم مع أنها توا كلها دقايق، لكن مليون تفكير يجيب بالكم. الحين قاعد يجيب بالي ممكن تجي لي وحدة، تطلع وحدة تركية تحاول تبتزني عشان أتنازل وهذا، تقول لي ادفع المبلغ الفلاني، او تجي لي واحدة ثانية تتبلى علي او غيره. تعرفون مليون تفكير، واغوى تفكير اني خلاص انا رايح السجن. فاللي صار انه قالوا لي كاهي البنت وصلت والحين راح تدخل. فدخلوها، اول ما دخلوها استغربت شوي، لاحظت ان شكلها شوي كأنه خليجي. فلما جت تتكلم معاه ما تكلمت تركي، تكلمت أول شيء إنجليزي. فهني شكيت إن الوضع خليجي، البنية محجبة وما أدري شنو، فقلت شكلها خليجية. فكلمتها ولا تطلع فعلا البنية خليجية. فهني بديت أوضح لها إن أنا أساسا ما كنت قاعد أصورها، كنت قاعد أصور الشنط اللي موجودة ورا الزجاج. وبديت أوريها، قاعد أقول لها كاف شوفي هذه حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا من النوع اللي أسوي فلوقات وهذا. لكن البنية راكبة راسها ومو راضية تقتنع تماماً. هي مقتنعة بشيء واحد، إن أنا كنت
قاعد أصورها. يا بنت الحلال والله العظيم ما كنت قاعد أصورك، والله العظيم ما كنت قاعد أصورك، قاعد أصور الشنط اللي موجودة ورا الزجاج. البنت مو راضية تختنع كلش، حاطة براسها أن أنا قاعد أصورها. يا أمي شوفي كا، شوفي هذا مو هذا المحل اللي كنتي موجودة فيه، شوفي مصور شنو، مصور الشنط مو مصورك أنتي. بس هني مخها خلاص قفل، إلا أن تبي تلبسني تهم. أنا عرفت هني، قلت لبنية راسها شر، لبنية براسها شر، يعني خلاص توكل على الله أنت، بس ما بيدك شيء. فوصلت مرحلة أن خلاص شبه فقدت الأمل فعلا فعلا، الله لي بهاليوم حق أي واحد، فقدت الأمل خلاص أنا الحين رايح. بس لكن سبحان الله وقسما بالله ربك ما يترك عبده، صد صد ما أدري شلون، وأنا الحين خلاص بضعفي وبالوضع السيء اللي كنت فيه ما أدري شلون يتلي فكرة أني أقول حق السكيورتي عندي الوقت بالضبط اللي صورت فيه الفيديو، وبيكم تقارنونه مع الوقت اللي عندكم اللي أنا كنت قاعد أصور فيه المحل هذا. فلما قارنوا الوقت اللي قاعد أصور فيه وشافوا الوقت اللي موجود عندي، طلع اثنينهم بنفس الوقت بالضبط، وطلع أنا كلامي الصج مو هي، وطلع فعلا أن أنا كنت قاعد أصور الشنط والأغراض، ما كنت قاعد أصور البنية هذه. هني هي تفاجأت ومو عارفة شنو تتكلم، ما خلت كلمة ما قالتها ومو راضية تسامحني وهذا. لكن ربك سبحانه، شوف ربك سبحانه دائما دائما خل أملك بالله كبير، حتى لو كنت بأضعف الأوقات، يعني هالوقت صدق كنت ضعيف فيه خلاص خلاص ما حد راح يثبت أن أنا ما كنت قاعد أصوره، لأن بعضهم راح يقول أنا ماسح الفيديوهات أو غيره. لكن سبحان الله شلون ربي عطاني الفكرة هذه وقال لي سوها، والله ما أدري أنا لحد الحين ما أدري شلون يتلي الفكرة هذه. فسبحان الله ربي ما قصر معاي، دائما خل أملك بالله كبير حتى لو كنت بأضعف حال فيها. وبكذي نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى حلقة اليوم تكون نالت على إعجابكم، وهالمرة نبيكم ما تقصرون معنا بضغط زر اللايك، نبيكم توصلون الفيديو أكبر عدد من اللايكات عشان نقدر نستمر وننزل لكم الأفضل دائما.